ازيك يا امنيه؟ الحمد لله يا فندم. تعرفي حماد يا امنيه؟ ما شفتوش غير يوم الفرح. طيب انت جايه النهارده بناء على طلب حماد لسمع شهادتك. حماد غير اقواله في الواقع، بيقولوا ان شاف زين شاهين وطارق المنزلاوي هما بيعتدوا عليكي وهو حاول يمنعهم. الكلام ده صحيح يا امنيه؟ حماد كان جوه الاوضه معاهم وقت الاعتداء ولا لا؟ افتكر كويس يا امنيه، حماد حاول يعتدي عليكي؟ حماد كان معاهم جوه الاوضه ولا لا؟ مش فاكره يا فندم، مش عارفه كان معاهم ولا لا. استنى بس، من ساعة ما قعدت واخد اللي وراه واللي قدام. استنى ايه بقول لك؟ قوم انطوا. اعمل فيكو المصلحة خلعت اخويا. يا عم مصلحتي، انا عايزك في مصلحة اكبر بكتير، مصلحة قطيفة ونضيفة. الشهودة اللي اتفقنا عليه ولا أتغير كلامها؟ طلباتك يا أستاذ استمرار إخلاء سبيل المتهمين. زي ما بقول لحضرتك، الاعتداء أصلا ما حصلش، ده ادعاء كاذب من المتهم حماد ومن المحامي كمال الأسطول، محاولة لإثبات واقعة الاعتداء عن طريق التهديد بالزج بيهم في موضوع مقتل اليوتيوبر اللي هي اصلا ثابته على المتهم حماد. هات لي حماد من بره. تمام سياده.